بسم الله، مساء الخير والسعادة والجمال على كل المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الموعد. دائما في الموعد ما نلتقي بكل المشاهدين في كل مكان، نتعرف على مجموعة من الأخبار المهمة، على مجموعة من الشخصيات المهمة. حلقة اليوم حلقة متميزة، بمعنى أنه هي حلقة روحانية. لما نقول حلقة روحانية ممكن خيالك يمشي لبعيد، لكن نتكلم عن الروحانيات الإيمانية الفعلية، مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، التصوف وكثير من الأشياء الروحانية اللي بتاخدك لعالم تاني، عالم مختلف، عالم جميل، عالم ساحر. ودعونا مع بعض في هذه المساحة نرحب مساء داخل الاستوديو بالشيخ عمر إبراهيم يوسف حسن من ولاية شمال كردفان بارا. أهلا ومرحبا بك شيخنا، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع لما فيه رضاه، وأن يوفق كل منا إلى عمل الخير والتوفيق للعموم إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يخليك. كذلك نرحب أيضا داخل الاستوديو بالمادح والمنشد الجيل عبد الباقي. أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. مساء الخير عليك. طيب شيخ عمر إبراهيم يوسف حسن، نتحدث عن بدايات الشيخ وبدايات التصوف، ونبدأ أول حاجة من الدراسة والأساس تحديدا في بارا، ومعروف عن بارا وجمال بارا وإنسان بارا وبارا وتحديدا ولاية شمال كردفان بتعني لك شنو؟ تفضل المساحة لك. تقريبا شمال كردفان تعني لي الكرم، تعني لي الجود، تعني لي العلم، تعني لي الروح الصوفي الكامل التي يعني يتربى الفرد المتصوف الحق في أكناف المشايخ وفي أكناف المريدين وفي أكناف المحبين، ومعروفة سابقا ولدى كل السودانيين أو غير السودانيين بأن شمال كردفان هي يعني معروفة بالتصوف ومعروفة بالكرم، والكرم هو منبع أصلا من التصوف. نعم. لا شك في ذلك. أكيد. ولا ريب. أكيد. فتعني لي كل الخير إن شاء الله شمال كردفان، وخاصة بارا ومنطقتي، خاصة ما تجاور بارا منطقة أبو قائدة، هي المنطقة التي فيها يعني منها مسقط رأسي، ولدت فيها وترعرعت الصبينة فيها، درست إلى ثامن أساس في محلية بارا، ثم انتقلت إلى العاصمة إلى ولاية الخرطوم، درست بخلوة العيلفون الشيخ محمد المقابلي، ثم انتقلت منها إلى خلوة طيبة الخواط بولاية نهر النيل. يعني علاقة بعيدة تماما من بارا. نعم. العلفون. نعم. لنهر النيل. يعني نعم. التجوال. نعم. في مدن السودان المختلفة. نعم. نعم. كل هذا نعم. في بحر التصوف. نعم، ما في شك في ذلك إن شاء الله. تقريبا أكملت دراستي كامل الدراسة في خلوة الشيخ، اللي هي كانت طبعا للمرحوم نسأل الله له الرحمة والمغفرة مجذوب الخليفة. نعم. هو اللي كان المشرف عليها، وكانت له يعني، وافتتحناها تقريبا أو بدأنا الدراسة فيها إلى أن أكملته والحمد لله رب العالمين. لكن معظم دراستي كانت في العيلفون، أو أغلب يعني ممكن ختمت في العيلفون وبدأت العودة. هي طبعا دي اللغة ربما يعرفوها أهل الخلاوة وتحفظ القرآن الكريم. فالحمد لله تم حفظ القرآن الكريم بحمد الله عز وجل، وبدأت حلقات التدريس والعلم الحمد لله. ثم يعني ما كنت مع الوالد رافقته في كم رحلة من استشفاء مرضية إلى أن انتقل إلى جوار ربي، كنت معه الحمد لله، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. وكل ما توصلت إليه الآن ربما يكون من بركاته ومن تربيته، فكل يعني حركة يعني تحركتها في الخير وفي التربية الروحية وفي التربية الصوفية من تعليم القرآن الكريم يرجع فضلها للوالد. نعم. أنه هو يعني الأول في ذلك، يعني هو ما كان همه أن نتربى التربية الجسدية أو نكون ناس على زي ما يذكرون الآخرين أنه نكون زمال أو غير ذلك، كان همه الوحيد
أن يرانا نحن يعني حفظ لكتاب الله، والحمد لله رب العالمين كل الإخوان الآن حفظ لكتاب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. أيوة. زرح فيكم حب التربية الدينية. نعم. يعني نور رحمة الله. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. طيب علاقة الشيخ عمر إبراهيم يوسف بالتدريس تحديدا، يعني نعم، إذا كان في حب للتربية الدينية زي ما ذكرت وحفظ للقرآن الكريم، علاقتك بالتدريس تقريبا يمكن 8 أشهر أنت، نعم، عملت في التدريس. نعم، أكثر من 8 أشهر في البداية طبعا. بعد كان الوالد طبعا هو ماخذ الطريق على الشريف عبد المنعم في أم سعدون غربي بارة، الطريقة التيانية، وكان من العادة الطبيعية في الخلاوة أو في من عادة المسيد، إذا كان الشخص تابع لمسيد إذا حفظ لابد من يقدم أيضا من نفسه، يدرس في الخلوة، يقدم خدمة للخلوة من تلقى نفسه. نعم. أيوة. كانت الوصية من الوالد أيضا أن لابد من نحافظ على مكان طريقه ومشايخته، والحمد لله رب العالمين. بعد انتقلت أيضا إلى المشايخ التي أخذ عنهم الطريق، فمكست معهم تقريبا 8 أشهر. نعم. درست عنهم، ودي كانت أول تدريس لي. نعم. أول بداية تدريسي كانت في منطقة الشريف الجد، هي قرب بارة أو بمحلية كريدم شمال كردفان. جميل. فبعدها انتقلت مباشرة منها إلى منطقة إلى ولاية سنار أو شرق سنار، منطقة جادين، ممكن أيضا عملت بها ومسكت المسجد العتيق إمام وخطيب. تدريس الطلاب أيضا. تدريس طلاب. كم سنة؟ يعني تقريبا 5 سنوات. 5 سنوات. أيوة. تزوجت بها في تزوجت سنار. في نعم في سنار، في منطقة جادين الآن تحديدا. في سنار لا الآن أنا ما في سنار، الآن أنا في ولاية نهر النيل. نعم. الآن في ولاية نهر النيل. نعم. أيوة. تجبال غريب ويعني أماكن لها إحساس مختلف. أي الحمد لله رب العالمين. تجاه التربية الدينية المختلفة. نعم. نعم. نحن نرجع نتكلم عن هذه السيرة الذاتية الجميلة والمختلفة. نعم. اللي بتضم عدد من الأشياء، من معلم لمتصوف. نعم. لحافظ للقرآن الكريم. نعم الحمد لله. بس بعد ما نسمع إنشاد ومدح مع الجيل عبد الرحمن، تفضل الجيل. صرح بلا إيماء ولا تلويح بأن المصطفى بشرا فضلا لكل رجيح، وضن بكل سنة على عليائه فلأنه المليا لكل مصيح، وأحمد هو محمد حمد سجاياه التي عنها النهى يوصل وكل فصيح، طيب المراضع والفرع الذي له في النعارة ما أصل لا يزوح، جبلت على حسن الرضا أخلاقه والبحر من جود أداه شحيح، القمر مستمدا رضيائه حلل الجمال وهذا النص صريح، نور نور في العماء ولم يكن آدم حما مسنون ولا في الروح، حباك الله ما لم يحبو به بشر ولا ملك لك ترجيح، يا منقذ اللاجين في يوم الغضاء انقذ مكاشف يا وسيع السوح، صلى عليك الله ما حاد الرقب نحو الحجاز او ميمم لضريح، يا منجي اللاجئين في يوم الغضاء انقذ مكاشف يا وسيع السوح، صلى عليك الله ما حاد الرقب نحو الحجاز او ميمم لضريح، صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه وتم التسليم. شكرا على هذا الصوت العذب الناشد او المادح الجيل عبد الباقي.
نرجع نتواصل مع الشيخ عمر إبراهيم يوسف حسن من ولاية شمال كردفان بارع. وزي ما ذكرت أنك تجولت في عدد من مدن السودان المختلفة. نعم. يمكن توقفنا في محطة سنار تحديدا. نعم. منطقة جادين، وخمس سنوات. نعم. في هذه المنطقة تزوجت بها. نعم. وأسست مسجد أو أصبحت إمام المسجد العتيق. نعم. وتعمل بتدريس الطلاب. نعم. مواصل بعدها ماذا حدث؟ الحمد لله، يعني كانت فترة طيبة جدا جدا، وعلاقتي كانت مع ناس جادين كأنها علاقة رحمية، فالحمد لله لا زالت ولم تزل إن شاء الله العلاقة بينهم علاقة أخوية وعلاقة ودية، وهم أهلا يعني لأن يتعلقوا بالشخص ويكرموه غاية الكرم، فلله الحمد والمنة، ومن هنا أمد لهم إن شاء الله التحايا فردا فردا، ونقول لهم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علاقتنا خالصة له، ونلتقي بها أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم بعد جادين انتقلت إلى ولاية نهر النيل، منطقة الحصايا الدامر. تقريبا الدامر يعني حقيقة هي دامر المجذوب. كل ما تنقلت في مدن السودان من مدينة إلى مدينة أجد يعني تربية تختلف عن الأخرى، وربما تكون يعني لم تستطع أو لم يستطع اللسان أن يصف يعني كل مدينة بما فيها من التربية الروحية ومن الآداب ومن الأخلاق ومن الكرم والجود ومن إكرام من يأتي إليهم زائرا أو عاملا أو غير ذلك. ديدا السودانيين. نعم، ما في شك في ذلك، ما في شك في ذلك والله. فالشكر أجزله أيضا ممتد إلى جميع ولاية نهر النيل بدون فرز، وخاصة منطقة الحصايا الدامر. هم تقريبا يعني أيضا مكثت معهم قرابة 6 سنوات، فكانت يعني سبحان الله يعني حتى الآن ربما أكون يعني ابنا لهم وهم أهلي وعشيرتي. يعني سبحان الله علاقتي بهم ما كانت ما يعني لو الآن الإنسان نظر لها ما بفتكرها علاقة بتاعت عمل. حقيقة هم ناس بالجد يعني ما أستطيع أن أصفهم من كرمهم ومن جودهم ومن علاقتهم ومن ودهم، ومن يعني حازوني بكل ما يستطيعون أن يكرموني به أكرموني الحمد لله رب العالمين. فالتقيت مع إخواني اللي هم إخوان الشيخ الزاكي الخليل ابن الشيخ محمد. نعم. في منطقة ود الحداد جنوب الجزيرة. نعم. وكان الوسيط بيني وبينهم أخونا شيخ عمر علي جزاه الله خير، وأيضا التحايا موصولة له وهو موجود معنا الآن في الاستوديو. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمد في أيامه ويجعله إن شاء الله مفتاح خير دائما وأبدا. نعم. في ولاية نهر النيل برضو يعني كنت معلم. نعم، بدأت بإمام المسجد. بدأت أول عملي معهم بدأت بإمام المسجد، مسجد الرحمن اللي هو للشيخ زاكي الخليل. نعم. وبعدها أيضا درست بالخلوة، ثم بعد ذاك امتدت علاقتي بالأسرة، وخاصة أيضا تحايا موصولة لأخي وربما أقول شيخي الخليفة إبراهيم ابن الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد خير البدري، وهو خليفة الآن الشيخ زاكي الخليل. نعم. يعني كانت علاقتي معه ما علاقة بتاعت عمل ولا علاقة زي علاقة الشيخ مع تلميذه أو. نعم. حواره. إحنا لما نتكلم عن الروحانيات ونتكلم عن التصوف وعن التربية الدينية. نعم. الإحساس ده موجود، إحساس الخوة، إحساس إنه الناس علاقتهم ما علاقة مجرد علاقة عمل. نعم. وإرسال رسالة معينة، وإنما. نعم. علاقة أخوية. نعم. لا شك، علاقة يعني مبنية على الروح الجميلة، مبنية على الروح الحلوة، روح التسامح. نعم. الحاجة اللي حث عليها ديننا الحنيف. نعم. في التصوف في التربية الدينية وغيره. نعم. طيب نتكلم عن التصوف مع الشيخ عبد الرحيم البرعي. نعم، كان علاقتي مع الشيخ عبد الرحيم البرعي كنت محب، يعني أنا سبحان الله والدتي يعني وإخواني تيانية. عموم الأسرة يعني أخذوا الطريق عن الشيخ أحمد المكاشفي، لكن الوالد أخذ الطريق عن، وطعن التصوف كله يعني رب إذا كان تفرغت الطرق أو الشيوخ المغزى واحد. المغزى واحد. نعم.
أي ما في شك في ذلك. فالوالد كان تجاني، لكن أنا كنت محب جدا لمولانا الشيخ الخليفة عبد الرحيم البرعي، كنت يعني لما ألتقي معه أحس ب يعني فرح شديد جدا جدا. فالتقيت معه عدة مرات، من ضمنها يعني كنت لاقيته في افتتاح مجمع ابن إيران هنا في مدرمان. وطلبت منه، يعني قبلها كان طلبت منه أن يديني الطريق. يعني لحيت عليه لح شديد جدا جدا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يمد في يعني أيام أبنائه وخليفته الآن الخليفة الشيخ الفاتح، نسأل الله سبحانه له التوفيق والسداد وأن يجعل عمره إن شاء الله توفيقا وعونا وإن شاء الله مزيدا له في التقدم وخدمة القرآن وأهل الله عز وجل. فلما التقيت معه لحيت عليه أنه لازم أنا أخذ الطريق، فكان بيقول لي يا أخي أنت بتقرأ في القرآن؟ بيقول لي نعم. بيقول لي لما تكمل تعال، لما تكمل دراستك تعال انا بديك الطريق. خطوات شنو انك تاخذ الطريق اللي انت كنت ساعي له حتى طلب؟ انا كنت محب له بجد، وكنت لما اجي يعني في 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 المسجد وفي نلقى الحيران وتحابهم وتواددهم وونستهم بياخذني الغيره، بكل دار ابقى زيهم. يعني ولما تلقى علاقاتهم برا ممتده، يعني سبحان الله الانسان لو ما عاشر او ما خالط الشيء ما بفهمه صحيح، وما بقدر يستطيع يصفه. فانا لما اجد في اجي المسجد أو حتى إن كان حتى في المنازل الطبيعية، يعني لما ألقى أخوان أو تابعين للشيخ عبد الرحيم البرعي ألقاهم بتوادد غريب جدا جدا وبتراحم، يعني تأخذني الغيرة أن أكون معهم وأكون برفقتهم. فعشان كده وأنا كنت طالب في ذاك الوقت، يعني كنت بقرأ في الخلوة، فكنت محب جدا جدا، لا بد ولازم أصريت أن أخذ الطريق من الشيخ عبد الرحيم البرعي. فسبحان الله، يعني على حسب ما الله أعلم في ذلك المقصد. أيوة. فآخر مرة لحيت عليه، كان بعض كثير من الناس موجودين، فضماني عليه وقال له في واحد مصور قال له صورني مع الفقير ده، صورني معه وما أداني الطريق أيضا. ما التقيت معه بعد ذلك إلا انتقل إلى جوار ربي، آية له الرحمة والمغفرة. لكن سبحان الله، لأنه أنت ده مسلكك وده اختيارك. نعم نعم، ولا زلت إن شاء الله محب له، وإن شاء الله إلى أن ألتقي معه أمام النبي صلى الله عليه وسلم جنان الله إن شاء الله. إن شاء الله نتواصل أكيد ونرجع مرة ثانية للمادح. جاي لعبد الباقي، تفضل. يا ليلة العباد والمساكي نورت الدنيا، يا ليلة طاب مساكي الذكار والزهاد ما وصل، يا ليلة لولاك خسران نادما، يا ليلى الموالاك. يا ليلى وقت الليل أتى، يا ليلى طيبك ذاك سراي كيسين، يا ليلى تهنوا لسك ساكي. منهم عاشقا ومنهم باكيا ومنهم عاشقا ومنهم في الشهود، يا ليلى تائها في هواك. منهم جليسك يا ليلى ما غباك، ومنهم سريان يا ليلى لسان حاكي. يا ليلى منهم صائما راكعا ساجدا له إدراكي، ومنهم من كان علمه يا ليلى من علماك. يا ليلى ليلى عظيمة، ليلى عظيمة ما أحلاك، الغطب والغوص يا ليلى ذي الخبراكي. ليلى عظيمة، ليلى جميلة ما أحلاكي، الغطب والغوص يا ليلى ذي الغفراكي. زاكي الخليل، زاكي الخليل يا ليلى بترجاكي، ابن البدر بهواك يا ليلى ويهوى من يهواك، والغيمان جميع يا ليلى تكون في حماك. صلوات السلام
الصلاة والسلام لا تخدم الأملاك لشاهد رب بغير إشكاك شفيع لنا الجميع ما فينا واحدا باكي لولاك يا الرسول الأمة في إهلاكي صلاة والسلام لا تخدم الأملاك لشاهد رب بعين غير إشكاك شفيع لنا الجميع ما فينا واحدا باكي لولاك يا الرسول الأمة في إهلاكي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرجع مرة ثانية معك شيخ عمر إبراهيم وعلاقات خارجية يعني إمام المسجد بالدامر نعم. وبعدها الخلوة والمسجد دي مسؤولية كبيرة جدا مسؤولية نعم. مسؤولية نشر وعي نعم. تربوي ديني كبير نعم. حدثنا عن هذه التجربة. والله هي نعم نعم يا الإمامة هي طبعا مسألة دعوية متفرعة صحيح. في كل المسائل التربوية فيعني من المؤسف في زمننا هذا يعني صار الإمام ربما يكون محدد لأشخاص معينة يعني إذا كان شافوا ربما شافوا علاقتك مع بعض الشباب وما يقولوا الإنسان ده ما غير ماسك منهجه للإمام فهي العكس لابد من يكون في أيوة نعم لابد من يكون عندك علاقة مع كل فئات المجتمع شباب شياب صغار حتى يعني إن لم يكن معك في المسجد حتى وإن شفته مبتعد عن الصلاة حتى إن شفته مبتعد عن طاعة الله عز وجل لابد من تقترب منه يعني أول ما يكون من يعني الدعوة يعني الإنسان يستفيد منها أو يتقبلها أن تصاحبه وأن يعني توفر له المودة والرحمة تكون بينك وبينه ودي ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم ذلك يعني أنه صلى الله عليه وسلم أو عرفوه قبل أن يعني يستدل بقرآن وقبل أن يقول قال الله عز وجل وقبل أن يوحى إليه كان يعني عرف بأنه صادق وكان أمينا وكان ومعاشرته ومع كل اختلاطه مع الناس فهي الدعوة يعني سبحان الله شاقة حقيقة يعني فيها المشقة وفيها تشعر بإرهاق مسؤولية كبيرة مسؤولية كبيرة جدا جدا نعم نعم لكن لما يعني تجعل أمرك أن الشدة لله عز وجل تجد الراحة تجد المتعة وتجد في الدعوة نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما في رحاب الله سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى هو نعم. وهو الموفق يعني ما في إنسان يستطيع أن يعمل بنفسه وتوفيق الله عز وجل الحمد لله. إحنا هنرجع نكمل معك في عدد من المحاور المهمة في هذه السياحة خلينا نسميها الروحانية المميزة والمختلفة بعد هذا الفاصل فاصل ونواصل كونوا معنا. رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة من برنامج في الموعد مع الشيخ عمر إبراهيم يوسف حسن ولاية شمال كردفان بارة الحديث عن التصوف الحديث عن الروحانيات الحديث عن السياحة الروحانية الدينية المختلفة وأيضا برفقة المادح والمنشد الجيلي عبد الباقي. الإنسان لما يتصدق في حياته دي حاجة يعني عظيمة جدا جدا كونك أنك تتصدق تقوم بعمل صدقة حاجة ما سهلة أجر عند الله وحده سبحانه وتعالى لكن الحاجة المبهرة والأجمل إنك تتصدق ببناء مسجد يا لعظمة هذا الأجر ويا لعظمة هذه الفكرة وهذه الصدقة المختلفة والمميزة للمقتدر طبعا يمكن واحدة من الأشياء المهمة والجميلة هتحدث عنها حاليا هو مسجد في الدروشاب حديثا تم بناؤه وتأسيسه للمصلين في منطقة الدروشاب وأنا أعتقد أنه دي حاجة نستحق أو تستحق الحديث عنها نتكلم عن مع الشيخ عمر عن مسجد الدروشاب التأسيس والفكرة ومن المؤسس إحنا ما عايزين نضيع الأجر لكن عايزين نعرف من مؤسس هذه نعم الفكرة نعم وتأسيس نعم المسجد وكذا نعم فضل. نعم أنا مبدأ أن أترحم على الشيخ روح الشيخ الزاكي الخليل ابن الشيخ محمد ابن الشيخ البدري يعني سبحان الله وشخص غير طبيعي
بالنسبة لإنفاقه، بالنسبة لهمته في الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فمبدأ أن أقول أنا متحدث باسمه أولا وباسم خليفته الذي خلفه من بعده، وهو الخليفة إبراهيم ابن الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد خير البدري. فهذا المسجد وهذا الصرح العظيم هو ثاني مسجد للشيخ الزاكي الخليل، نعم. او ربما يكون يعني ده الشيء المعلوم لدى الناس، اما الوعد حال المسجد، نعم نعم، او ما خفي اعظم، ما خفي اعظم. لكن هذه المجمعات، المجمع الاساسي زي ما نقول نحن في لغتنا الام، هو في دامر المجذوب في منطقه الحصايا، ده مجمعه الاساسي. الان ايضا مسجد، ويلحق بالمسجد خلوه، ويلحق بالخلوه تكيه، أي مطبخ لإعداد الطعام للدارسين، لدارسين القرآن الكريم ولضيوف الرحمن، نعم. أيضا في دروشاب أيضا كذلك مسجد، والمسجد يلحق بخلوة، وخلوة تلحق بداخلية، والداخلية أيضا كذلك يعني بتكية لإعداد الطعام لضيوف الرحمن وللدارسين. فالشيخ الزاكي الخليل رحمة الله عليه كان يعني منذ يعني ترعرعه كان مترعرع تحت يعني المساجد ومع أهل الله عز وجل، ومع يعني يحب دائما العمل الخير. فيعني أنا يعني معلومات يعني اللي جيت عنه منذ أن كان صغيرا تربى على جده الشيخ إبراهيم التربية الروحية، يعني تربى عليه تربية روحية إلى أن قام وهيأ نفسه بنفسه. يعني سبحان الله انتقل من نهر النيل وكان سايح فترة طويلة جدا جدا، وهي يعني شيء يعلمونه تماما التصوف، مسألة السياحة والتجوال الخارجي للمناطق والمدن. فبعدها انتقل إلى منطقة بحري الدروشاب، ويمكن تقريبا في الستينات أو أواخر الستينات، علشان كده كان الاختيار للمسجد تحديدا في منطقة، نعم نعم، في 13 كان مسيده من الستينات وآخر الستينات إلى 90 تقريبا، نعم. أو كم 90 91 92 كان مسيده في الدروشاب 13، عاش في الدروشاب 13. نعم كان مسيد أيضا ملحق بضيوف الرحمن، نعم. وبالخلاوة ومنفق عليه. بعد ذاك انتقل إلى المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية، ومكث بها تقريبا قرابة 28 سنة، نعم. ما نزل السودان نهائي، رابط 28 سنة هو في السعودية، لكن مشرف على عمله، يعني بعد انتقل خارج السودان، أيوة خارج السودان، مشرف على العمل. نعم ما وقف نهائي، وكان همه الوحيد أن يكون يعني المساجد والخلاوة، وكان كل وصاياه أن خدمة القرآن والمساجد لا تتوقف، نعم. فسبحان الله جاء في رمضان في السنة الماضية، وصل يوم 4 رمضان وتوفي في 4 محرم، يعني. وعندما وصل إلى السودان وكأنه أتى ليودع الناس ويقول لهم مع السلامة، مع السلامة. فكل يعني اللي التقى به كله يعلم تماما أن هذا الرجل ربما يكون غير طبيعي، يعني من في حالة سلامه للناس تشعر به، هو وداع حقيقة. يعني أي حد لو جوه 1000 نفر يسلم عليه ويحاول يقعدهم جنبه، أي شخص يجيه ويحاول يسلم عليه ويقعده جنبه. فكل يعني اللي بيفهم تماما أنه الشخص ده غير طبيعي، يعني أتيانه من السعودية إلى السودان ربما يكون مودع. حتى يعني عندما أدخلوه إلى غرفته الخاصة سأل، قال لماذا لم يكن بها يعني سرير الخشب عن قريب نحن نسميه، أيوة عن قريب، وطالب به سبحان الله، طالب بالعنقريب لأنه عارف إنه هيرفع، نعم. عليه، أيوة والله، يعني دي حاجة مشهودة ويعلمها كل الناس شاهدوه، طالب بسرير بتاع خشب وجابوه حطوه في غرفته ومعه البرشة اللي كمان نعلمه تماما، نعم. وممكن تحدث كثير، يعني أنا جيت عشان مثلا أودع الناس أو باللسان الصريح جدا جدا قال أنا جيت عشان أبني قبتي، والله بهذا. يعني دي كله يعني ما انا يعني دي حاجه يعلم كل من جالسه وكل من عاشره في فتره، ايوه نعم، كل الناس تعلم ذلك. فبعدها جلس وكان استقبله استقبال طيب جدا جدا، وكان انا حتى في هو في السعوديه خير واصل لارحامه لاهله لاقرباه، ما فقط المساجد او الخلاوه، حتى انفاقه على كل المساكين وعلى الفقراء وعلى من يحتاج من اهله او من غيرهم. فا
عندما أتى إلى دامر المجذوب إلى منطقة الحصايا قابلته حشود يعني ما كانت متوقعة حقيقة تلقائيا سبحان الله يعني تلقائيا أيوة والله تلقائيا كذا قابلته حشود كبيرة جدا جدا وكان ودنا يعني أن يأتي الفيديو كان في فيديو مصور يعني يشاهد لكن إن شاء الله في ما بعد فبعدها من الحصايا انتقل إلى الدروشاب الآن المسجد كان معروض قبل شوية المسجد ده هو قديم ما جديد كما ذكرت من الستينات هو في الدروشاب 13 لكن انتقل من مكان إلى مكان آخر كان به خلوة فقط خلوة للقرآن تحفظ القرآن الكريم وتلقين علومه وتكية لإعداد الطعام لكل من يأتي إلى المسجد فبعد ذلك أقر بأن يكون مسجد في هذا المسجد وربما هدمت بعض المنازل عشان للمسجد مساجد يعني مباني كانت فخمة جدا جدا هدمت وأقام بها مسجد والمسجد الآن موجود الحمد لله افتتح أكيد لأن أكيد يعني أصحاب المنازل هيرضوا بأنه يقام بيت الله المنازل حقاته هو المنازل تبعه تابع للمسجد المنازل حقاته هو في شخصه فسبحان الله يعني هو إنسان ما شاء الله يعني بعد إنفاقه بعد كله إنسان سري فلما تشوف ثروته وما عنده ما بتفتكر بحاله اللي أنت بتشوفه فيه لما تنظر له متواضع لدرجة ما يتخيلها العقل يعني عندما أتى إلى الدروشاب وكان المسجد تحت التشييد ما كان ببيت في غرفة ولا مكيف ولا مروحة ولا سرير كان جلوسه ومبيته في المسجد تحت التشييد العمال شقالين وهو مستمتع بذلك جميل. إلى أن انتقل إلى المشفى وبعدها إلى جوار ربي انتقل من تحت المسجد تحت التشييد نعم أيوة فسبحان الله كان همه الشاغل أن يرى المسجد ده على ما نراه عليه اليوم فسبحان الله يعني هو أكيد يعني إن شاء الله أجره عند الله سبحانه وتعالى يعني. إحنا لا نستطيع يعني لا نستطيع شكره أبدا مهما يعني أثنينا عليه من الشكر ومن المسجد أسس ذلك. الآن يعني بتين كان المسجد افتتاحه كان يوم الجمعة 20/12 الماضية أيوة الآن الجمعة المضت نعم. 20/12 الموافق لها 23 ربيع ثاني نعم. تم افتتاحه الحمد لله برفقة أيوة نعم كان الخليفة عبد الوهاب والسفير التركي وبعض من رفقائهم من الوفد الحكومي والحمد لله رب العالمين وأشرف بعده وأتم له منيته هو خليفة إبراهيم الذي خلفه من بعده تحياتنا له حققت نعم الحمد لله هذه يعني بجد يعني لا نستطيع أن أشكره على ذلك لأن هو أهلا لذلك نعم كونك تدي وتحطي وتقدم الخير دي حاجة ما سهلة نعم. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلا أينما زرع نعم. نرجع مرة ثانية للمادي حجين عبد الباقي تفضل اسمع مدح أرجو يا نسيم يومات يا أبقى بريدة وكل ما تمشي جيب لي من خبر يريد سبب اللي بيخلف كاردي مشريدة وقلبي حن إلى أرض الحجاز بريدة أرضا فيها ياسين ابن عبد الله جاهل عقلي وديما بها بلاهي حبها آمر لي في فؤادي وناهي أهو الخلهدي أنطق باليواخر فاهي يا بلد الرسول فوقك بجر القافية يا وطن الرجال أهل السرير الصافية لقلبي استغيم فالنظر منك شافية بشوقي عليك زي شوق المريض للعافية مغرم بيها من أيام قراية لوحي وما لقيت لي دوايا به أشفى روحي غير يا نفسي ترحل للحجاز وتروحي وكرف من صبا طيب قلبي ينعش روحي مشتاق لي هوا اخو لازل على بيارة انا في الزمان لم تنمر بديارة ما بتنفع معاي القافلة والسيارة مستعجل بدور امشي له بالطيارة
يا نخل مفرهين والسحاب يبكيلو يا زهرا بيبسم والنسيم يتكيلو البلد المنور يا المنور بيني هارو ليلو بنور الهدى الجاه البعير يشكيلو ذو الحسن البديع على ما في له مثيل واوصاف المحاسن غاصر عن تمثيله يوسف حسن من حسن اشتعل قنديله والبدر استعمار تكميل من تكميله نيتي اروح اجاور كل حين امشيل والزم باب بالحال العلي يشكيله ومثل رحم الضعيف يرتيله والمسكين بلزم حمله منه بشيله ودعزة غراج كل المكارم هيل ثابت شرعه والقرآن تملى دليله حبيبي تورم قدم من طول الغيام في ليله راسعة الجبال تهتز من ترتيله أبكي وأقول جيت يا سيد مضر وكنانا خايف من لهيب نارا يوجد خانا دايرك ساعة الأعمال يقيف ميزانه تلزم له صحن عايفا بالذنوب مليانا عشمان فيك وجيت يا حبيب مولاك لايز مستجير بزهرة بترجاك قل لي يا جن الفراش من يتولاك وانت في الدارين معانا ونحن معاك رضوان الإله يشمل جميع أصحاب الصلاة والسلام دائما إلى زمن بابه يعد الهموم الفيلم عادي جناه يوم الآخرة والفرح العالي أحبابه العالي أحبابه يوم الآخرة والفرح العالي أحبابه صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. شكرا المادح الجيلي عبد الباقي. نرجع مرة ثانية لمجمع الرحمن والخلوة وشيخ الخليفة ابراهيم واشرافه على الخلوه. نعم. حقيقه قبل ان يعني اصل الشكر لخليفه ابراهيم تقريبا يعني هم ما مبدا او ما اول لهم تاسيس هم اهلا يعني لذلك المناشئ من زمن سابق، يعني هذه المناشئ ممتده من مئات السنين سابقا، فكان جدهم الشيخ محمد خير البدري هو من المتصوفين الحق في الزمن السابق، وكان يعني تلميذ او حوار للشيخ الزاكي ابو شمله النجفه ام حجر كما تسمى بذلك. وكما ذكر ان اول زياره للشيخ الزاكي وهو اول من كبار او من ابكار الشيخ إبراهيم الكباشي، كان أول زيارته لولاية نهر النيل للشيخ محمد خير البدري. أول زيارة له كانت في ولاية نهر النيل للشيخ محمد خير البدري، وهو جد هؤلاء الرجال الذين جاءوا من بعده وقد سلكوا طريقه ومنهجه وجزاهم الله خير. شيخ الزاكي الخليل كان سبحان الله كل ما يقوله يقول أنا بأمر الله، ما أفعل شيء إلا بأمر الله عز وجل. يعني منذ وقت التي قد أقضاه في السعودية ما كان متوقع يوم من ذات الأيام يجي، وجيته ما كانت متوقعة ولا أعدت من فترة. يعني أصبح بين يوم وليلة هو في السودان، ما كانت حاجة معد. ولما سئل قال أخوانا أنا بتحرك بأمر الله، ومن طبعه من طبعته كده، يعني ما كان بعد برنامج مثلا لبكرة أو بعد بكرة أو الأسبوع الجاي، موضوع بعمله الليلة حيث بعملها الليلة كده. فسبحان الله يعني، وهو زول شاعر، يعني كما قبل شوية سمعنا عنده قصيدة، عنده ديوان الحمد لله الآن موجود
وعنده الديوان الثاني أيضا الآن في الطباعة قريب إن شاء الله يخرج. ومنذ الفترة القديمة هو يعرف بالزكاة وبالشعر في التصوف وفي الشيوخ، ما ترك شيخ ما أشهد فيه وما وصفه بما هو أهلا له، فهو يعني له الرحمة والمغفرة. كان رجلا يعني تمنينا أن يمد الله سبحانه وتعالى في أيامه حتى نستفيد من 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 روحانياته ومن جلساته ومن مدده ومن أشياء كثيرة، تمنينا أن يكون معنا وبيننا. وأكثر شيء يعني ممكن أسرني، أنا كنت معه عند الفراق إلى أن انتقل إلى جوار ربي، الرحمة والمغفرة كلنا لها، وإلى أن غسل وإلى أن دفن، ما تأثرت وما افتقدته كما افتقدته يوم الافتتاح. حقيقة يعني أكيد هو يعني حاسس بهذا الإنجاز العظيم. نعم. يعني كما يقال دائما. نعم. بأنه في المسجد وما تمنى تحقق. نعم. أكيد. نعم. على أيدي فاعلي الخير يعني مواصلة. نعم. لمجهوده. نعم. ولعطائه. نعم. وهكذا فتمنيت. طيب. أن يكون بيننا يعني في ذاك الوقت. نعم. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني لما نرى لخليفتي الذي خلفه من بعده هو الخليفة إبراهيم، يعني تأخذني الإطمئنان وأفرح وأسكت على ذلك، لأن هو أهلا الحمد لله رب العالمين، يعني تم المنشأ على ما يرام. والحمد لله وإخوانه جميعا هم الذين سندوا، أيضا إخوان الشيخ الخليفة إبراهيم أيضا واقفين معه الحمد لله، يد مشرفين الآن مشرفين على المجمع. نعم. في شك وابنه أيضا أبناء وأبناء إخوانه كلهم الآن مشرفين على المجمعات وعلى الأماكن وعلى الخلاوة وعلى تحفيظ القرآن الكريم وعلى الغذاء الروحي والمعنوي والمادي. نعم. أيوة للدارسين وللزائرين. نعم. فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجميع يعني هذا المسلك يسلكوه كل الناس. والله هو يعني لما ننظر، هو المسجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن مسجد للصلوات فقط، يعني لم يكن المسجد كان يعني لتعليم القرآن، لتعليم الآداب الشرعية، لتعليم الفقه الإسلامي الديني، للتربية، لكل النشاط الإسلامي الشرعي هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا زال الحمد لله رب العالمين يعني الذين يسلكون ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال ذلك المنهج يسير على السير الذي يريده الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى وفق الجميع. نعم. ده اللي بياخدنا برضو لمحور ثاني مهم، هو منهج التصوف ودوره تحديدا في التربية والإرشاد والسلوك خاصة لدى الشباب. كلنا نعلم يعني بين الشباب ركيزة وفئة مهمة جدا في المجتمع، وفي مرحلة معينة من العمر قد يعني يبتعدون عن الدين، يبتعدون عن الـ يعني الاهتمام بالروحانيات الدينية. طيب. نعم. منهج التصوف تحديدا دوره في التربية، في الإرشاد، في التوجيه، في السلوك وتغيير سلوك الشباب للأفضل يعني. نعم. هو أكيد طبعا التصوف طبعا منهجه هو 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 التربية منذ العهد السابق، يعني والتصوف هو في العهد السابق كما ذكر بالإحسان، والإحسان هو التربية، التربية الروحية والتربية العلمية كما يعني معلوم لدى التصوف. يعني الآن أغلب يعني النشاطات الدينية عند السادة الصوفية لكي يجذبوا الشباب للتربية وللتعليم. يعني كل النشاطات اللي يقوم بها السادة الصوفية عشان يأتوا بالشباب، يعني كما نعرف أنه في النوبة وفي الطار وفي المديح، ده كل ذلك لجذب الناس حتى يعلموا أن 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 هذا التصوف هو منهج تربوي حقيقي يعني في 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 الدين الإسلامي. فالمقصد ليس يعني دق النوبة أو دق الطار أو المديح، ليس المقصد ذلك. حتى المديح ذاته هو فيه بتلقى فيه العلم، بتلقى فيه التربية. أيوة. نعم. نعم. هو المديح ما 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 إنشاط فقط يعني نتربيه أو نفرح بالطرف فقط. نعم. هو فيه معاني داخلية للتربية، بتجد فيه ربما علم. يعني الآن في بعض من المدائح وبعض من القصائد بتجد فيها ربما مسائل تجدها في كتب الفقه وفي كتب الأصول
لا شك في ذلك. نعم. والتصوف يمكن شيخ عمر باقي لنا دقيقتين احنا ونختم الحلقه، لكن خلينا نستفيد من الدقيقتين دي سريعا في انه دقيقه وصيه للناس للاهتمام والحرص على امر الدين. نعم. خاصه انه امر الدين يعني غايه لا تترك يعني. نعم. ودقيقه اخرى نسمع فيها مدح او انشاد قصير برضه نختم به الحلقه. تفضل. ان شاء الله. اول وصيتي بعد ان نسال الله سبحانه وتعالى ويوفق الجميع، وصيتي الوحيده ان كل الدعاء والائمه الا تكون المساجد هي مكان للصلاه فقط، لان المساجد هي يعني ماوى يفقد فيها المريض فيزار، يفقد فيها المهمل او الذي يضيع الطاعه فيدعى بالطريقه المسلى التي هي احسن. ولا بد من يكون الدعاء والأئمة مختلطين بكل فئات المجتمع في كل أحوالهم من الشباب والصبيان والكبار والصغار، حتى أن يؤثروا بدعوتهم خارج المسجد أكثر من داخل المسجد. جميل. المادح والمنشد جيل عبد الباقي، سريعا يعني نختم بإنشاد ومدح. تفضل. أهل السلوك على الطريق السامري، ساروا بإخلاص وقلب حاضر، وتخلصوا من عائق وعوائق، وتدسروا بثياب النور الغادر. ودخلوا بفكرة إلى حضرة من حضرة الحضرات، إلى أن شاهدوا في علوم الغيب هم ببصائر. بالليل رغبان وعرائس، لا يصهروا إلا لذو عقل وحظ وافر، ورسوا لرسل الله في آثارهم، هم الشموس هم جلا صاغر. بالليل رغبان وعرائس، لا يصهروا إلا لذو عقل وحظ وافر، ورسول لرسل الله في آثارهم، هم الشموس هم جلا صاغر. كوني راجيكم ولا يفيض الرجاء، أحمد يكنى باسم كشف شاهد، ثم الصلاة على النبي محمد، ما كر في الجلدين من كل ظهورهما، وما فيه من غائب وحاضر. عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم. شكرا المادح والمنشد الجليل عبد الباقي، ارحتنا بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا الشيخ عمر ابراهيم يوسف حسن، حافظ للقران، امام مسجد، مدرس، متصوف، واشياء كثيره لا تعد ولا تحصى. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله جزاك. نعم. الله خير، وجزاكم جميعا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما فيه رضاه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا ايضا للمشاهد الكريم في كل مكان، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا برفقتنا اليوم في حلقه في الموعد، حلقه روحانيه. وخلونا نقول ختام هذه الحلقه، رضا الناس غايه لا تدرك، ورضا الله غايه لا تدرك. شكرا جميلا لكل مشاهدين في كل مكان، شكرا فريق العمل، اقعد عافيه، في امان الله.